بهددك يا ريس. ازيك يا آية؟ الحمد لله. انا سعيد بيكي قوي يا آية، وسعيد بيكو. اتفضلي حضرتك، ايه اكتر شخصية تاريخية بتحبها؟ انا نسا آية، اشهر بنت في مصر، مشهورة جدا، كل الناس بتتكلم عنك، بس في شوية ناس حبة صغيرين كده مش عارفين مين آية. تعرفي نفسك، قولهم اسمك ايه وفين، سنة كام، بتعملي ايه كده؟ أنا آية شرطوط، عندي 19 سنة، بطل العاب قوة من الثورة، وطالبة تالتة ثانوي قسم أدبي، وكنت ملكية كمان مصر، أحب أزرع تمثيل. كواليس اللقاء ده، دي عملتي مشكلة كبيرة، ضحكتي الريس وسألتيه أسئلة كتير، إيه عملتي؟ احكي لنا كده الدنيا كانت ماشية إزاي؟ الكواليس إحنا ضربنا كواليس مع متابعين. شوية أسئلة كده بتاع السيد الريس كمان خلصناه، وعملنا بروفة مع مهندسة أمو بدة، ومع هشام، مع مهندسة، مع هشام جمال. يعني ازاي اتكلموا، ازاي مع ازاي تثق في نفسها، ازاي اثق في نفسي، اعتبر زي بابا يعني. طبعا اول ما شفتيه بقى خفتي ولا ايه الدنيا كانت؟ لا ما خفتش، انا كنت واثقه بنفسي جدا في الحفله، وسالت اسئله، انا اسئله ايه اخطر شخصيه تاريخيه بتحبها، او خايفه بقى اول ما سالت السؤال ده؟ لا طبعا، انا واثقه بنفسي جدا. قال لك ايه بقى هو؟ قال لي سيدنا محمد. قال لي سيدنا محمد، كنت متوقع الاجابه دي ولا لا؟ لا لا. احكي لنا كده، قلت آية كواليس ازاي اختاروكوا تشاركوا في اليوم ده، وكواليس بص حضرتك، هي دكتورة أمل عارفة أولادها كلهم، أي عضو في الاتحاد المصري للعلاقات الذهنية، هي محتضنة الولاد كلها، مفكراها يعني هي الولاد كلها زي أولادها، فهي عارفة كل واحد عندها ما شاء الله عليها يعني مين ينفع في إيه. وبناء عليه يعني تم اختيار آية لأحسن فقرة، أحسن فقرة حوار مع الرئيس، دي تعتبر يعني بصراحة كانت أحسن فقرة، فأنا بشكرها على ثقتها في آية، وبشكرها جدا. ده تم المشاركة عن طريق المهندس أمل. تاني حاجة رحنا بقى، وكانوا عايزين الولاد برضو ما تخافش في الكواليس، يعني اقعدي كويس، لازم تكوني واثقه في نفسك، ما تخافيش من الرئيس، مش عارفه ايه والكلام ده. طبعا وانا بمرنها ان هي تقول السؤال، انا طبعا توقعاتي كلها كانت غلط، فما كانت بتقول قبل السؤال، اول ما شفت الرئيس وش كده شفتي في التلفزيون فجاه لقيتيه قدامك، تعامل معاك ازاي؟ هي ما خفتش على فكره، انا ما خفتش خالص، لان انا دايما طبعا انا بحب الرئيس، فدايما بقول لها بيعمل وبيعمل وبيعمل، فهي كانت حابه. وبعدين بقى لها سنتين، احنا السنه اللي فاتت كنا مشاركين بس الاحتفاليه اتلغت، هي بقى لها سنتين تتمنى تشوفه، اما شافت قدرون اتنين فنفسي اكون مع اصحابي دولت في مقابله الرئيس، مش عارفه ايه، الحمد لله ربنا اكرمها بالاختيار يعني ان اختاروها، فهي تقريبا بقى لها سنتين نفسها تكون في المكان ده. سالك بقى، الرئيس كان واقف بيقول الخطاب للناس عادي، جيت انت بقى ضحكتيه. ايوه ضحكت. ضحكتيه بقى، هو بيقول الخطاب ازاي بقى؟ قلت له ايه؟ كنت بتبصي في الورقه بتاعه ولا كنت بتعملي ايه؟ انا مش ببص على الورقه. امال ضحكتيه ازاي بقى؟ بالاسئله بتاعي. لا هي بتضحك، وبعدين اي حد من صحابها بيتكلم بيسال سؤال بتسقف، فهي الوحيده اللي كانت بتسقف لاصحابها، فهو حس بقى ان آية يعني مش خايفه. مش خايفه منها؟ لا لا لا، يعني انت اليوم خلص على كده، انا عايز بقى الناس كلها آية شافت الفيديو، شافت اللقاء فيديو، انا عايز قبل الفيديو ده وبعد الفيديو ده ايه اللي حصل؟ يعني اول ما قابلتيه قبل التصوير اول خالص، مش جه الصبح سلم عليكم؟ ايه بقى اللي حصل؟ لا لا لا، ده كان فيه مجموعه تانية الرياضيين كان معاه بره،
الابطال الرياضيين، اي بطل رياضيه وكل حاجه، بس اي فقرتها في الفقره في فقره، فهو كان هم في الكواليس بقى بروفات، فهي ما شافتهوش، وهو كان كله في المناره بره، ما اللي هو بيكرمهم الرياضيين كانوا بره. اي في الكواليس بقى، فما يعني لو كانت شافته في المعامله مع كانت اخذت ثقه في نفسها اكتر، لان كان ما شاء الله ربنا يكرمه ويديله الصحه ويكبر بخاطره زي ما جبر بخاطر الولاد. كان بره كمان اكثر من رائع من جوه، يعني كان لاعبه جاب لها كرسي. هي الولاد لو كانوا شافوا اب مع اولاده في اليوم جدا بجد. خلينا نتكلم عن طموحات ايه. طبعا بقت نجمه مشهوره، وطبعا بقى عندها طموحات وعايزه توصل ليها واحلام عايزه تحققها طبعا. اكيد. ايه بقى تخش كليه ايه؟ تعملي ايه في حياتك؟ انا عايزه اخش كليه مرشده سياحيه. عايزه تبقى مرشده سياحيه. ليه بقى اشمعنى دي؟ عشان اصور اماكن مثل اسوان، طريق افتتاح الكباشي. لا هي يعني في افتتاح طريق الكباش كانت مبهوره. يعني بدايه حبها في انها تكون مرشده سياحيه، افتتاح طريق الكباش والحاجات اللي الرئيس عملها كانت مبهوره بالتلفزيون وباللي حصل. طبعا انه خلاص بقى يعني الرئيس دلوقتي لو سمعك دلوقتي انت خلاص شفتيه والموضوع خلص. تحبي تشكريه؟ تحبي تقولي له ايه؟ شكرا ما تكفيش. شكرا ما تكفيش؟ عايزه تقولي له ايه بقى؟ انا بحبك جدا. طبعا شكرا 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 ما تكفيش. انا ماما بحبها جدا، لا بخلينا لينا وبحبها جدا. ده امي اغلى في حياتي كلها. انت اللي اغلى حاجه في حياتي كلها.